لا تطالبهم بابو جمعه، انا طالب 100 نقطه بس امورك بسيطه. لا شغال ولا الله، راح الحوش، راح تكب الحوش، راح تكب الحوش. اللي تشوف الهوى اصبر يناديني، ان كان ما شفتني زول يا خاليها. اليوم البارحه الحمد لله تنكشف بعض الاحيان، اظل وجيه اللي عليها طلاسي. ابو عبيد ايش بلاه هذا يراعي لنا في الراس؟ هذا اللي اقول هذا يبي له مايك بريالك. وين عبد العزيز مسافر؟ الحمد لله تنكشف بعض الاحيان. ارحب يا ابو مشعل. ما سويتوا غدا اليوم؟ والله ما ادري، ما قمت الا متاخر، قومني مازن. الحمد لله تنكشف بعض الاحيان، بعض الوجيه اللي عليها طلاسي. الوقت يعلمني ولاني بغلطان، لا طالت الطرقه تبين المآسي. صحيح انا عانيت فقد وخذلان، والحزن شيب في عيوني وراسي، لكن انا صامل على مر الازمان. يزيد ضيق الوقت ويزيد باسي، انا من اللي فعلهم باللقبان، يوم انها ما بين رمح وطاسي. البارحه واليوم والهم مالان، والعين ما ذاقت لذيذ النعاسي. هذه اخر قصيده يا ابو، اخر قصيده كتبتها فيها صح لسانك، انت فاز لما تقول لحظه. جعل الله عمرك طويل. نعم على مازن شوارب. شواربك وما ادري وش. نعم الى متى يا اخوي ريالتي؟ تمص حلاوه. نعم نعم. وش من فضحنا امس حلتيته يعني يعني كبرنا خلاص نشرب عين زروت بس متنا يا اخوي. ليش تمستانس؟ ما امك ها؟ ما امك بكره تندم، بكره تندم، بكرة تندم يا جميل. ها وش قالوا؟ خلي شغلها الحين. وش اللي ما جات؟ اقسم بالله لا اجيكم هالحين. شغلوا راسله راسله نتعب ونسجل واخرجتها. لا حقك ما يروح، انا ابو مبارك. نعم حقوقنا تؤخذ. ايش يقول؟ حقوقهم تؤخذ، حقوقنا قاسين، يقول حقوقهم تؤخذ بروس الدنانير وقاسين عند حقوقنا. وين دير؟ راح قل له بس شغلها. والله لا اجيك. نحط دريب دريب. شوف 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 عيون مازن طفت. تعال يا مازن، تعال 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 تقهوى بس. بعض الوجيه اللي عليها طلاسي. جيبه 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 جيبه. اجيك اجيك. حربي ولا تمشي علي القوانين، مع الخوي قدام لا وانسجنا، مع الخوي قدام لا وانسجنا. الله خلقنا بالجزيرة سلاطين، خوينا ما يشكي يا الضيم منا. كم واحد كم واحد في وسط راسه صعاطين، يصبح عليها الصبح يرعى غنمنا. مرحبا مرحبا العظيم.
فارس القرم يلي على الطيب مبداك مبداك شم عشان تكيف. اي والله ابك مازن زينك هوت ما ادري شي ترى مازن يرجع مازن يلا انه يجي يسوي قهوه. اقول والله الذي لا اله الا هو ولا يحل الا به سواه. اسمعني قبل اقول قطه يا ولد غدي رجع انت اللي غدي رجع قناة واقع شوفوا كسرها يعني عشان اخر يوم تسوون كذا يا شباب يا اخي ما كسر بس طاحت لا تطرفوني طاحت زين الدال له وزين لنا فنجال زين الدال له وزين لنا فنجال. شو تقول خبل انت كنت خبل عليك قل صح من عليك انت عليك اي انت عليك قل صح تلعبون بالمناديل صح بالله عزوز عزوز رفع في السماعة معك خير يوم انطق رياليتي حلوة مازن والله لا ترقد لا رشكم موية يا ابغى يرقد دواء اي دواء والله يا ولد نكبة انت قسم بالله خلاص يا فارس الحرب قومنا في النهاية ترقد لا والله ما يدخل اقعد المغرب ليه تقومنا طيب انا ما قمت ليه تقومنا جيت اسلم انا الساعه 12 والله وانا ما حد قالك تمسك البث الريالات ما حد قالك والله العظيم الربع ما نمت احنا ماسكين البث لنا شهر وانت ماسكه ساعتين انت والله ما تمسك البث